من ذا فور فارماسي. طبعا الابليكيشن مالتي والله عظيم، هذا يعني اقصى شيء عندي. يعني ما اعرف اني هاي السماعة خالتها حتى لا اشتت الصوت، وحتى يعني مسجلة، اني مسجلة المحاضرة عبد العظيم، مسجلتها يعني المحاضرة. يمكن بالتسجيل يطلع الصوت اوضح، بس اني هسه حاليا مشكلة سماعة حتى يعني حتى قاعدة والله على بنكة حتى لا يعني اي صوت يأثر على المحاضرة. نعم، ما والله ما اعرف مشكلة الصوت، مشكلة بلابتوبي. مع العلم اني كلش معلية اللابتوب، بس يعني يجوز يراد لي هيدفون نوع ثاني، يعني حتى شوية صوت يكون غير شكل السماعة. لا السماعة والله ما اعرف، هاي مالتي السماعة هي كل زينة، ما اعرف احاول اعليها بعد، ما اعرف قربوا اكثر من الموبايل مالتكم. يعني حاولوا، هل تحاولوا، وان شاء الله يعني المره الجايه اكيد انا راح ادبر لي هيدفون جديده حتى شويه نغير من الكواليتي، اي التسجيل يكون اوضح. اي نعم مسجله، اني مسجله زين. طبعا الابليكيشن قلت لكم، الابليكيشن مالت الابلكيشن مات الريولوجي هو بالفورميليشن بالامولشن البيست السبوزيتوري والتابلت دوزج فورم. سبوزيتوري همين نسيت اذكر لكم اياها، طبعا سبوزيتوري لانه اني همين عندي سبوزيتوري. احنا شلون نحضرها؟ احنا راح نصبها في قالب، وهذا القالب يعني راح يبرد في مكان ما، وبعدين وراها ابدي اطلع التحاميل واسوي لها باكجينج. فلهذا اني كلش مهمه عندي بالسبوزيتوري، وحتى بالتابلت كوتينج، لانه اني اكو نوع من الحبوب مثل ما شايفين حب البروفين. تكون الحباية يعني تتغلف بكوت خاصة، هاي الكوت احنا دائما نحضر في محلول، وهذا المحلول شوي نسوي له ديليوشن، وبعدين نسوي كوتينج لهاي التابلت. فأكيد لازم الفيسكوسيتي مالتي مدروسة قبل ما أغلف الحباية. طبعا قلت لكم during packaging قبل الاستخدام، مثل pouring from the bottle, extrusion from the tube, passage through the needle. ايضا هنا نسينا ال dosage form اللي هو ال injectable dosage form. يعني اكيد لازم محضرة ال injection ماتي بطريقة ما، بحيث اني خلال ال needle راح يفوت عندي الدراج يعبر الى البيشنت من خلال هاي النيدل الرفيعه، لانه اذا كان المحلول مالتي فيسكاس ما راح يقدر يعبر. واحيانا الطبيب مثلا ابر البنزاثين بنسلين، الطبيب احيانا يضطر انه يعني يسجل الجيج اللي هي اقل، مثلا الجيج 21 مو جيج 23، حتى كل ما كانت الجيش قليلة بالنيدلات كل ما كانت أعرض عندي حتى لا تترسب وتعبر، لأنه ما تنضرب أبرة البنزاثين بنسلين ما تنضرب إذا مو كانت الجيج مات السرنجة ماتي أعلى. ومثل ما تشوفون طبعا ولا هم المختبرات طبعا كلش غلط، يستخدمون النيدل العادية بسحب الدم. أني البلاد عندي هو فيسكوس ماتيريال، النيدل المفروض يستخدموها النيدل كلش عريضة حتى لا تسبب أي تكسر عندي أثناء سحب الدم. البيشنت اكسبتنس طبعا هاي مثل ما حكيت لكم اياها، قلت لكم البيشنت ما راح يتقبل الشرابات اللي تكون الفيسكوسيتي مالتها كلش عالية. الفيزيكال ستابلتي مثل ما شرحت لكم على الميكروبيال جروث بالسيرب، كل ما كانت فيسكوس عندي الى درجه معينه كل ما كانت الستابلتي مالتي عاليه. والبيولوجيكال اكتيفيتي هاي طبعا نقطه جدا مهمه، لانه اني البيولوجيكال اكتيفيتي اني الدراج مالتي اذا كان يعني اني هو مثل ما تعرفون اني الدراج لازم يوصل للجي اي تي لازم يكون بشكل سوليوشن حتى تمتص الجي اي تي، ورا ما تمتصه يروح للبلاد، ورا ما يروح للبلاد وراها يروح للسايت اوف اكشن.
إذا كان مالتي المحلول هو تو فيسكوس، فالفيسكوسيتي هنا راح تسوي ريتارديشن للريليز مالتي، لأنه على ما يطلع الدرج من هاي الفيسكوس ماتيريال ويعبر الجي اي تي راح يستغرق وقت، فبالتالي هذا الوقت اللي راح يستغرقه راح يأثر لي على البيولوجيكال اكتيفيتي، راح يأخر لي اياها على سبيل المثال. او مثلا يجوز الى حق الدرج رايح للارج انتستين قبل ما يصير لابزوربشن، فبهاي الحاله اني البيشنت عندي ما راح يستفاد من الدرج بصوره صحيحه. فهاي النقطه جدا مهمه، اني لازم عندي البيولوجيكال اكتي الافيلابيلتي مالتي للدراج لازم تكون نوت تو فيسكوس، لانه اذا كانت الفيسكوسيتي عندي قلت لكم كلش عاليه وما مدروسه وما حاطين ديسنتجرانت وما حاطين ماتيريالز تسوي لي تسهل لي الابزوربشن مالت الدراج خلال الدوزج فورم، كلها راح تاثر لي على البايو افيلابيلتي ات ذا سايت اوف اكشن. هاي جدا فقره كلش مهمه بالبيولوجيكال، هاي كل هالابلكيشن ان فارماسي هاي جدا مهمه، تطبيقات الفيسكوسيتي حتى تعرفون انتم ليش تدرسون الريولوجي. هسه نجي احنا تخلون ببالكم، هسه احنا راح نبدي نشرح سيريز من الفلو، هم نوعين رئيسيات تخلون ببالكم، هم نوعين رئيسيات لا ثالث لهم، اللي هم النيوتينيان ونان نيوتينيان. شنو مقصود بالنيوتينيان؟ النيوتينيان اللي هي تتبع نيوتن لو، the higher viscosity of the liquid the greater force per unit area اللي هي يسموها shearing stress required to produce certain rate of shear. كل ما زيدنا الفيسكوسيتي كل ما زادت عندي الريزيستنت، كل ما زيدنا الفيسكوسيتي كل ما زادت الريزيستنت. فاحنا قلت لكم هسه احنا عندنا نوعين من الفلو اللي هي النيوتينيان والنان نيوتينيان. النيوتينيان هي نوع واحد، النان نيوتينيان راح ناخذ بيها ثلاث انواع. النيوتينيان قلت لكم كل ما زيدنا الفيسكوسيتي مالت الليكويد كل ما زادت عندي الريزيستنت، كل ما زادت عندي الريزيستنت. ما اخذ لكم مثال عليها، شلون مصفط الكاردز هاي مالت اللعبه، مصفطها وحده فوق اللوخ، ومثل ما تجون تخلوها بين ايديكم مصفطوها تجيبوها يمنى ويسرى، هذا هو تشبيه للنيوتينيان فلو. يعني تشبيه إلي في ريكتانجل هاي بهاي while the bottom is held in place، هذا التوب اوف اللي يمثل لي حرف الاي، وبالنسبة لل يعني شو اسمه البوتوم مات الريكتانجل هو جوا، فهذا الجوا هو ثابت يمثل لي الريزيستنت، والفوق حيبدي يتغير بتطبيق بزيادة الشيرينج ستريس. كل ما زادت الشيرينج ستريس كان ما تعطكم صفقة مالت كارد مصفطة بين ايديكم وتبدون تحركوها يمنى ويسرى، هو هذا يعني تطبيق الشيرينج ستريس. او عندكم هاي اذا عندكم اخوتكم الصغار يلعبون بهاي اللعبة مالت السلايم، شايفيها هاي السلايم جيلاتينيس ماتيريال، من يلزموها بين ايديهم يحركوها يمنى ويسرى، هنا مثل دي يسلطون فد فورس على هاي على هاي الماتيريالز، فكل ما زيدت اني الفورس كل ما زادت عندي الريزيستنس تو فلو. هاي الديفرنس بالفيلوسيتي يسموها دي في، والديستنس بين طبقة وطبقة يسموها دي اكس، فالريت اوف شير اللي يعبر عنها بالرمز جي هي الدي في اوفر دي اكس. واني كله من هنا وجاي يعني راح اشرح لكم فقط الجي، راح اشرح لكم فقط احكي عن الجي اللي هي الريت اوف شير. الريت اوف شير الشيرنج ستريس الها تاخذ السامبل اف يمثل لي الشيرنج ستريس. الشيرنج ستريس هذا هو يمثل لي الرمز اف. فالعلاقة بين الريت اوف شير والشيرنج ستريس بالنيوتينيان سيستم
هي علاقة طردية، هي علاقة طردية. فالإف تتناسب طرديا مع الجي. والثابت هنا عندنا هو الفيسكوسيتي. الثابت عندنا هنا الفيسكوسيتي، كل ما زادت الريت اوف شير كل ما زادت الشيرنج ستريس، والثابت عندي هو الفيسكوسيتي. فمعناها اذا زادت عندي الفيسكوسيتي يعني معناها الشيرنج فورس اور شيرنج ستريس required to produce certain rate of shear is could be would be directly proportional would be directly proportional. هذا هي كل الحكي عن النيوتنيان سيستم، الريت اوف شير اللي هي الجي والشيرنج ستريس اللي هي الاف، العلاقه بيناتهم هي علاقه طرديه. هذا النوع من الريوغرام نسميه نيوتينيان ريوغرام، هذا النوع من الريوغرام نسميه النيوتينيان ريوغرام. كل ما زادت الريت اوف شير كل ما زادت عندي الشيرينج ستريس. هذا هو الفيجر الاول، الريوغرام الأول اللي دا نشرح عنه اللي هو بالنيوتينيان سيستم. طبعا هنا نعطيكم اكزامبل، أنا طبعا هذا أعلى صوت دينا هم كتبت لي، يعني ها بالنسبة لي أعلى صوت، ما أعرف، أنا راح أشيل السماعة وقولوا لي إذا صوت بلا سماعة أوضح حتى ألغيها السماعة. دقائق. هسه طلاب الصوت أوضح؟ دينا بس كتبي لي يعني إذا الصوت أوضح بلا سماعة للنيوتينيان فلويد depend on the temperature and the pressure and the chemical composition of the fluid. تمام، لعد نخلي المشكلة بالسماعة. يلا الحمد لله. خلاص هسه أنا عندي النيوتينيان فلويد الفيسكوسيتي مالتي تعتمد على التمبرتشر وعلى البريشر وعلى الكيميكال كومبوزيشن of the fluid، الكيميكال كومبوزيشن مالت الفلويد مالتي. زين هنا اني نعطيكم فيسكوسيتي مال سم فلويد اوف ذا فارماسيكال انترست، طبعا هاي مو للحفاظ، فيسكوسيتي مالت الماتيريالز، ونعطيكم نوع الفلويد الكلوروفورم فيسكوسيتي مالته يعني 0.58 والجليسيرول 1490. فاكيد شوفوا الفلويد مالتكم الفيسكوسيتي مالتها حتختلف من نوع سولفنت الى اخر. فلهذا اني يعني هاي السولفنت خلينا نقول هي تتبع النيوتنيان سيستم. هاي الارقام طبعا مو للحفظ، الدايناميك فيسكوسيتي هاي فقط تجيكم بالمسائل انا اعطيكم اياها كمعطيات. هسه احنا مثل ما اخذنا بالنسبه للنيوتينيان سيستم قلت لكم اني الماتيريالز مالتي حتتاثر الريت اوف شير والشيرنج ستريس تكون العلاقه بيناتهم طرديه. شفتوا الكيرف مالتكم؟ الكيرف مالتنا خلينا نرجع على شويه، الكيرف مالتي هنا يمر خلال الاوريجن، يمر خلال الاوريجن، والكيرف مالتي هو ستريت لاين، الكيرف مالتي هو ستريت لاين ويمر خلال الاوريجن. هاي رجاء هنا تخلوها ببالكم حتى من اجي اشرح النان نيوتينيان الصوره عندكم تكون واضحه. هاي خلصنا قلت لكم النيوتينيان، هسه نجي على النان نيوتينيان. النان نيوتينيان هنا هي اللي تخصنا. ليش تخصنا؟ لانه اني اغلب الفارماسيوتيكال برودكت هي تتبع
ال non-Newtonian type of flow. ما عندي يعني ما عندي اني فتشي خلينا نقول النيوتينيان هو ايديال، النيوتينيان هو ايديال. اني المستحضرات الصيدلانيه مالتي اغلبها تتبع النان نيوتينيان فلو. هسه نجي ناخذ تفصيله كل يعني على النان نيوتينيان الثلاث انواع ونعرف شنو الفرق بيناتهم. البوليمر والمولتن بوليمر يعني كلها هاي تعتبر نان نيوتينيان فلويد. وحتى عندي الفود برودكت مثل الكاتشب والستارت سسبنشن البينت البلاد والشامبو، هذول الفود والبيولوجيكال فلويد خلينا نقول هذول كلهم هم يعتبرون نان نيوتينيان تايب اوف فلو. فلهذا يعني أنا النان نيوتينيان جدا مهمة عندي وجدا مهمة دراستها، لأنه أغلب الفارماسيكال برودكت هي تتبع النان نيوتينيان، لأنه أنا شنو الفيسكوسيتي مالتي تتغير بتغيير الريت أوف شير، تتغير بتغيير الريت أوف شير. هناك الفيسكوسيتي مالتي كانت ثابتة، بينما هنايا الفيسكوسيتي مالتي متغيرة ويا تغيير الريت أوف شير. فبالتالي راح تنتج عندي ثلاث انواع من النان نيوتينيان تايب اوف فلو. اول نوع اللي هو البلاستيك اور بينغام فلو، النوع الثاني اللي هو السيدو بلاستيك فلو، والنوع الثالث اللي هو الدايليتن تايب اوف فلو. هسه اني قلت لكم عندي نيوتينيان ذاك خلصنا اللي هو خلينا نقول ideal case اللي هي rate of shear تتناسب طرديا مع shearing stress والviscosity هناك عندي ثابت. نجي على النوع الثاني اللي هو non Newtonian، يعني الviscosity هنا تتغير عندي بتغيير rate of shear، قد تكون plastic flow أو قد يكون pseudo plastic flow أو قد يكون dilatant type of flow. عندي ثلاث انواع هنا. هسه بالنان نيوتينيان مثل ما قلت لكم الشيرنج ستريس والريت اوف شير هي يعني نان لينير او قد تكون تايم ديبندنت. هسه احنا نجي نشوف كل كيرف وتفاصيله. Therefore a constant coefficient of the viscosity cannot be defined. cannot be defined يعني ما نقدر احنا نعبر عنه الا طبعا بدراسة الخواص مالت النان نيوتينيان فلويد. فمثل يعني ما قلت لكم هسه اني عندي هي الانواع الثلاثة اللي هي الفيسكوسيتي مالتها متغير according to the rate of shear. اول نوع عندنا اللي هو البينغام بلاستيك. البينغام بلاستيك البينغام بلاستيك يشمل لي الكلاي سسبنشن طبعا يعني انتو كل هاي الامثلة اللي دا اذكر لكم اياها هاي كلها مطلوبة للحفظ، لانه هاي كلها تجيكم اكزامبل بالام سي كيو فجدا مهمة. هنا البينغام فلو مثل الكلاي سسبنشن الدرلينج ماد التوث بيست المايونيز الشوكليت اند ماسترد الخردل هذول كلهم يسموهم بينغام بلاستيك. الفلو مالتهم يعني يتبع البينغام بلاستيك اللي هو نان نيوتينيان تايب اوف فلو. نعطيكم اكزامبل حلو اللي هو المايونيز cannot come out from the bottle until you stress it by shaking. هنايا انتو شايفين البطل مات الكاتشب، اكيد انتو يعني راح تديرون البطل مات الكاتشب هذا البطل البلاستيك، اكيد انتو ما راح يعني يقدر يعبر الكاتشب من خلال الفتحه الموجوده الا اذا سلطتوا فد بريشر. فهذا هو اكزامبل على النان نيوتينيان تايب اوف فلو. او مع المعجونات الاسنان ايضا انتم تقدرون معجون الاسنان فقط تديروه هيك بس تسوي له باورينج؟ لا اكيد لا، الا اذا تبدون تسلطون فد فورس
على هذا المعجونات الأسنان يلا تقدرون يجي المعجون وتخلوا على فرشة الأسنان. فلهذا هذول كلهم وكذلك علبة الخردل هذول كلهم يتبعون البنجام بلاستيك. ما تجيني المادة ما تصير بيها فلوينج المادة مالتي الماتيريالز من خلال معجون الأسنان أو من خلال الكتشب ما يصير بيها فلوينج إلا إذا سلطت أني فورس. إلا إذا سلطت أني فورس يلا وراها يبدي الفلو. هذا هو معنى خلوه هذا يعني كل واحد راح أعطيكم فد إكزامبل من حياتنا اليومية حتى لا تنسوا. هذا هو إكزامبل على البنجام بلاستيك. مطلوب عندكم كل الإكزامبلات اللي موجودة اللي تجيكم بالMCQ. البلاستيك فلو أول كيرف مثل ما تشوفون عندي هذا كان شيء يمثل لي هذا الكيرف يمثل لي النيوتينيان تايب أوف فلو. هو ستريت لاين ويمر خلال الأوريجين. نيجي على البنجام بلاستيك شوفوا هنا الكيرف مالتي هذا الكيرف الثاني هذا اللي مرسوم ومكتوب عليه بالأخضر البلاستيك فلو. تشوفون الريت اوف شير والشيرينج ستريس شلون العلاقة بيناتهم. هنا شوفوا ما راح يبدي الكيرف أول شيء ما راح يبدي الكيرف من نقطة الأوريجين وإنما أخذ لي فد مسافة لأنه أنا راح أسلط قوة لحد ما تصير العلاقة بين الشيرينج ستريس والريت أوف شير علاقة طردية. فش راح يصير عندي هنا راح يصير عندي فد لاج تايم فد مسافة هي تايم ضائع اللي هو هذا التايم يمثل لي اللاج تايم. هذا التايم اللي هو أنا ما أقدر أحصل على فلو علاقة طردية بين الشيرينج ستريس والريت أوف شير إلا إذا أخذت هذا الوقت من التايم. فلهذا هذا يسموه البلاستيك فلو. بس بالأخير أنا ورا ما عبرت اللاج تايم هذا أنا حصلت على ستريت لاين. فالبلاستيك فلو do not pass through the origin الكيرف مالتي هذا يسموه الكيرف يسموه ريوغرام. الريوغرام الفلو مالتي may not start from the origin but the shearing stress راح يسوي لي الانترسكت هاي المنطقة يعني راح يعني يسوي لي extrapolation at the particular point referred as a yield value. Yield value هاي النقطة إذا سويت لها extrapolation مثل ما تشوفون سويت لها highlight بلون يعني هيك برتقالي وأخضر إذا تشوفون هيك لون مثل ألوان قوس قزح هاي النقطة اللي مسويت لها extrapolation هاي النقطة يسموها yield value. هاي من هاي راح يصير عندي هاي من أجي أوصل هذا راح يصير عندي straight line فقط. فلهذا أنا هنا البلاستيك فلو أكو تشابه ويا النيوتينيان. الاختلاف الوحيد بيناتهم فقط إنه هو not pass through the origin. لأن هنا أنا راح أسلط في البرشر. هذا البرشر قلت لكم حتى يعبر عندي الكاتشب والهذا هذا البرشر هذا اللاك تايم الضايع أسميه yield value. فلهذا هاي هي yield value اللي أنا راح أطرحها بالمسألة هسه تشوفون حتى من أطبق عندي القانون. فالبينجام بادي does not begin to flow and it begin to flow until the shearing stress exceeded the yield value. الحد ما shearing stress تعبر yield value وراها أني راح أقدر أحصل على straight line. طبعا هاي الماتيريالز يسموها elastic material. هذا هو تطبيق يعني العفو كيرف ثاني بس حتى اشوفكم الفرق بين القانونين. القانون الاول مالت النيوتينيان اللي اخذناه الاف تساوي لي الان ملتبلاي باي ذا جي الان هنا اقصد اللي هي الفيسكوسيتي تساوي لي الاف على الجي. القانون مالتي مال نان نيوتينيان الفيسكوسيتي هنا بي ال اللي هي بلاستيك فيسكوسيتي راح تساوي لي الاف
الريت الشيرنج ستريس ناقصا اليلد فاليو، هاي الاف الصغيرونه ناقصا اليلد فاليو على الجي. هذا هو قانوني. اذا اجتكم مساله فقط مجرد انه تطرحون من الشيرنج ستريس، تطرحون من عند اليلد فاليو وتقسموها على الجي حتى تطلعون النانو نيوتينيان تايب اوف فيسكوسيتي. يعني اني بالمساله يعني اني اعطيكم مرات سؤال واقول لكم يعني بريدكت ذيس تايب اوف فلو. فانتوا اذا رسمتوا الكيرف، اذا رسمتوا الكيرف والكيرف مالتكم باس ثرو ذا اوريجين، يعني معناها وطلع عندكم ستريت لاين، كل ما زيدتوا الريت اوف شير زادت الشيرنج ستريس، زادت الريت اوف شير، طلعت عندي ستريت لاين، يعني اني عندي هنايا تايب اوف فلو اللي هو يسموه نيوتينيان تايب. اذا لا والله انتم شفتوا انه انا اعطيتكم نقاط ما باديه خلال الاوريجين، تسحف شويه تاخذ لها يلد فاليو، بعدين تبدي العلاقه تصير طرديه بين الريت اوف شير والشيرنج ستريس، تقولون هذا بلاستيك تايب اوف فيسكوسيتي. وطبعا عندي بعد نوعين اخرين ان شاء الله هسه اشرح لكم اياها، اما اليوم او على محاضره الاسبوع القادم. هسه انا بين ما اشرح انا راح انطيكم الجوجل فورم تسجلون بها الغياب مالتكم، بس قلت لكم اكيد اني راح ينطيني ريبورت ان شاء الله اشوفكم صوره من عنده، كل طالب ايش قد دخل خلال الفتره الزمنيه اللي دخلها. اذا كانت هاي الفتره الزمنيه اقل من 45 دقيقه ما اعتبر حضور للطالب. هذا بس فقط لمعلوماتكم، لانه حتى يصير بها انصاف وماكو طالب يقول يعني حضر محاضره كامله ياخذ نفس درجه اللي حضر خمس دقائق. راح افتح هذا اللينك خلال 10 دقائق هسه بال هذا اللينك. اذا فصل النت ورجع راح يعطيني بالريبورت انه انتم داخلين مرتين، مره 33 دقيقه ومره 15 دقيقه، ماكو مشكله، يبين عندي بالريبورت ايش قد طلعتوا وايش قد رجعتوا. اذا طفت الكهرباء وترجع اي بين ما يرست الراوتر عادي مو اشكال، عيني انا اشوف الدخول والخروج مالتكم. هسه اسوي لكم سكرين شوت وادزها العظيم واشوفكم الدخولات والخروجات مالتكم اثناء المحاضره. هسه انتم عيني سجلوا على هذا الرابط، انطيكم 10 دقائق وابدي اغلق.